أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان. هذه أجواء حماسية، نلتقي مع حضراتكم في مباراة نتمنى بأن تكون بروعة هذه الأجواء. هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض في مجريئة هذا اللقاء. اليوم موعدنا مع مباراة ضمن منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. الكل متحمس منتظر هذه المباراة بفارغ الصبر. دائما تعودنا نشاهد مباريات كبيرة وتنافسية هنا، وأكيد بأن هذه المواجهة لن تخرج عن هذه العادة. كايل ووكر، ريناتو سانشيز يحاول أن يشكل خطورة. ريناتو سانشيز، هاندانوفيتش والكرة مستمرة، ضغط عالي متقدم وواضح تأثيره. كاسيدو عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. جيرفينيو عند الفرصة في هذه اللحظات. يا الله، هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. نشوف الإعادة مرة أخرى، شوف كيف حطها، كيف ركنها بكل مهارة وبراعة. الله على هذا الهدف وعلى المهارة الكبيرة. الآن تصل إلى أوسيبيو. ليفاندوفسكي، كرة في مكان خطير. ليفاندوفسكي ما زال يتقدم، تغطية سليمة بيبعد الخطورة، يمنع التسديدة من المرور. جيرفينيو، لا ممكن يلعب لك كرة عرضية. ضغط بدني لاستخلاص الكرة. ريناتو سانشيز، لوثر ماتيوس، سانشيز في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. أليخاندرو غوميز ينطلق بالكرة الخطيرة. غوميز، الله عليك، الله عليك، حطها في المرمى، حطها في مكان. الكرة الجميلة، لمسة ولا أروع، نهاية ولا أجمل. شوف الكرة من جديد وتابع التحركات، شوف التمركز، انظر إلى حارس المرمى، ما كان في مجال، الكرة كانت من مسافة قريبة. مارادونا مع الكرة، يستعيد الكرة بهذا التدخل، يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. هاندانوفيتش يتصدى لكن الخطورة مستمرة. ناينجولان، برونو بيريز، تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. الله على النظرة،
الكرة بتبعد من مناطق الخطر، بيلعبها قصيرة لزميلة، يقطع لعمق الملعب، جيرفينيو يمنع عبور التصويبة، كرة بشكل جميل، تدخل ممتاز يبعد الخطورة. روبرت ليفاندوفسكي، بينية ملعوبة بشكل ممتاز، الله على النظرة، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. أي رؤية، أي دقة، كان ممكن تشكل خطورة، لكن الآن مع الفريق الخصم. روبرت ليفاندوفسكي، تمريرة من ليفاندوفسكي لا تمر، كرة بتضرب الخط الخلفي، بتسقطها من فوق حارس المرمى، يا رب من فوق حارس المرمى، الكرة في الشباك. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع، بعد ذلك لوب راح من مسافة قريبة، لعبة من فوق حارس المرمى. إذن حتى اللحظة مشاهدينا المباراة باتجاه واحد، والنتيجة تؤكد ذلك، فارق الأهداف كبير، ما زال أمامنا الكثير من الوقت قبل النهاية. نشاهد ضغط متقدم من الفريق الآن، هذه خطرة، حكم يطبق مبدئي تحت الفرصة، واللعب مستمر في أرضية الملعب، الحكم يوقف اللعب ويحتسب الخطأ. تفلت من اللاعب الى خارج الملعب، برونو بيريز، الكرة الى نانجولان، تقدم ممتاز باتجاه المرمى، كرة خطيرة، ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. الحكم يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة، شو اللي يسوي حارس المرمى؟ الآن يترك فرصة هدف في هذه اللحظات، نوير يتصدى واللعب مستمر الآن، شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 3-0.
ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة الكبيرة ضمن مباريات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. خطر موجود. إلى خارج الملعب ركلة الزاوية. ركنية تنفذ بشكل قصير. شو اللي يسويه حارس المرمى؟ يخرج من منطقته. كرة متاحة للتسجيل. أخيرا حارس المرمى سوى الشيء وأنقذ مرمى من فرصة بعد أداء كارثي في مباراة اليوم. ضربة ركنية تنفذ قصيرة. تصرف مجنون من حارس المرمى، يترك المرمى ويتقدم فيها للهجوم. فرصة لوضع الكرة في الشباك. لا 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 لا، ليست هكذا تنهي الفرص بالتأكيد. من مسافة قريبة من المرمى تضعها في يد حارس المرمى. غير معقول ما نشاهد. كان المفروض التصرف يكون بشكل مثالي وبالتأكيد التعامل يكون أفضل. تذهب إلى رمي التماس. ليونز يحاول أن يتقدم. فرصة للتسديد. شوف يتصدى نوير لكن ما زالت فيها خطورة. فعل حارس المرمى الآن يخرج واترك مرمى. كرة للتسديد الآن. يستعيد الكرة بهذا التدخل. نصف ساعة تفصلنا على صافرة نهاية المباراة. يتقدم بالكرة للهجوم. يفتك في مكان خطير. كرة تتحول إلى رمية تماس. كانت خطيرة لكن في النهاية الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية. بيلعب الكرة إلى منتصف ال 18. إبعاد سيء للقطة. ما زالت خطيرة. خرج في الكرة بدون أي ضغط. ماذا يريد حارس المرمى بهذه الانطلاقة؟ تصرف غريب حقيقة. يتقدم بالكرة باتجاه المرمى. تصدي الكرة في الملعب.
فرصه كانت هدف محقق لولا تصدي غير عادي من حارس المرمى. الله على تصدي مجنون في اللقطه الماضيه. الاحصائيات تعكس التفوق الكبير في مباراة اليوم، فرصة بعد فرصة تأتي، الفريق يسير بشكل جيد، يحسم الامور حتى هذه اللحظة، تؤكد بان في طريق مفتوح للانتصار. شو اللي يسويه؟ فرصة متاحة للتسجيل، مستحيل، الكرة في المرمى في هذه اللحظات. الله على الكرة، على ابداع، على نهاية، يا سلام على الكرة في المرمى. الله على حارس المرمى، لم يكتفي بالذود عن مرماه بل سجل في الفريق الآخر، في المرمى الآخر، نجح بالفعل في التسجيل. تمر اللحظات الأخيرة من المباراة والمباراة حسمت، ومن الصعب بأن يحمل الوقت المتبقي الكثير من التغيرات في هذا اللقاء. كرة تصل إلى ضربة ركنية، بلعبة قصيرة لزميلة، قد تكون هذه الفرصة. حارس كرة بشكل جميل، حارس المرمى ببرعة يتصدى. الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها. ركنية بتلعب، سبع دقائق فقط وتنتهي المباراة. تهور كبير من حارس المرمى، يترك مرماه خالي وينطلق بالكرة إلى الأمام. فرصة متاحة، مستحيل، مستحيل، هدف ولا أروع، هدف في هذا التوقيت. أوه، لقطة يسجل فيها حارس المرمى هذه المرة ولا يصد. هو أولى بغيره من التسجيل، يعرف خبايا المرمى، يضعها في مرمى الحارس الآخر. لقطة لا نراها كثيرا في كرة القدم. ركنية من جديد، ركنية باتجاه المنطقة. حارس المرمى يبعد الضربة الركنية بشكل سليم. الوقت بدل ضائع في تقدير حكم المباراة، ثلاث دقائق. يتقدم الهجوم، هذه الكرة لو انقطعت راح تشكل خطورة كبيرة. فرصة هدف الآن، الكرة في المرمى. بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري، مباراة لن ينساها أبدا. والآن تأتي فترة نهاية المباراة وفوز لأصحاب الأرض على ملعبهم وبين جماهيرهم. مباراة كبيرة من اللاعبين تفوقوا في الملعب، صافرة النهاية، كانت الحد والنتيجة تعبر عما قدموه.
جيرفينيو عد الفرصة في هذه اللحظات. يا الله هدف مبكر لسه في الدقائق الأولى. انظر إلى الشب أليخاندرو غوميز ينطلق بالكرة الخطيرة. غوميز الله عليك. Flavor Kool-Aid, and there'd be like a billion Kim K's. I've been saying, oh my God, you've been blaming all your cards. I've been running all my life. Tell me what's the love I'm sacrificing. Well, you was getting, taking long vacations. I was on my grind, dedicated. Bad cats on the with the TV and lasagna. مساء الخير أحبتي الكرام في كل مكان. ليلة جميلة هنا، أجواء مثالية، كل شيء يبدو رائع. في كرة القدم بانتظار ضربة البداية. من كابينة التعليق سأكون معكم أنا فارس عوض. لحظات وتنطلق مباراة في دوري 48 ساعة لأبطال فوت. فريق ليونز في مواجهة دونز، فرصة سانحة أمام المستضيف للصعود في الترتيب العالمي. كل الظروف مهيئة اليوم، عليه أن يستغلها وأن لا يترك هذه الفرصة تفلت من بين يديه مهما حدث ومهما كانت الحسابات. كريستيانو رونالدو، ملعوبة إلى نيمار، الحكم يعطي مبدأ إتاحة الفرصة. الأفضلية عند المهاجم، مر فيها من المدافع في هذه اللقطة.
جوميز. رائع في قراءة الفريق الخصم. رونالدو في موقف تسلل. جوميز. فرانك كيسيا. كرة بتروح من جانب فريق لايونز. كاسيدو. مساحة أمام على الجناح من الممكن استغلالها. بيرسل الكرة في الخلف. تدخل وابتكاك في منطقة الجزاء. اعتراض ناجح لكرة رونالدو. جونز يسترجع الكرة. ضغط رائع ينتج من خلال استعادة الكرة سريعا جدا. تدخل ناجح على الكرة. أمام مساحة كبيرة لاستغلالها الآن. نيمار. كريستيانو رونالدو. بتروح لنيمار. شوف تناقل الكرات المستمر. شوف التيكي تاكا. الله على هذا الكلام. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب أليخاندرو غوميز. فيدريكو كيزا. غوميز نقل الكرة بشكل جيد. عرضية تصل للناحية الأخرى. شبه خالية والتسديدة من بعيد. كرة متقنة وجدت طريقها للمرمى. شوف الإعادة، شوف اللقطة، المرمى كان خالي. كل اللي سواه أن تابع الكرة داخل المرمى. ما في أسهل من هذه الكرات للتسجيل. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. انطلاقة هجومية من جونز. نيمار. الله على اعتراض التسديدة. عند الكرة في مكان خطير. اليوم يلعب دور حارس المرمى. يتصدى للكرات بفدائية كبيرة جدا. ضاعت الكرة من جانب فريق لايونز. فرانك كيسيا. كاسيدو. فريق الخصم بيخلص الكرة. أليخاندرو غوميز. يفقد الكرة. ضيع على فريق الفرصة. أليخاندرو غوميز. كرة بينية فيها خطورة الآن. تركيز كبير من حارس المرمى في اللقطة الماضية. محاولة كانت خاطئة لمخادعة وارسال الكرة ساقطة من فوق الحارس. فيدريكو كيزا. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. ناينغولان. تقدم هجومي من لايونز. الله على قطع الكرة. دفاع ممتاز في هذه اللقطة. نيمار. كريستيانو رونالدو. ذكاء كبير. المدافع يقطع الطريق للكرة الماضية. فرانك كيسيا. يفقد الكرة وضاعت عليه الفرصة. نيمار. تصل الكرة لماكاليلي.
الكرة تنقل بسهولة. متعونا في اللحظات الماضية 1 2 3 4، كم نقلة، لكن بعد ذلك الخصم يستعيد الكرة. فيدريكو كيزا، ضغط عالي جدا في الأمام، فرصة لإرسال الكرة في الشباك. هدف جاء بعد مجهود كبير، ضغط عالي ومنظم، فريق يتحرك ككتلة واحدة، تكتيك رائع، هدف يأتي ليكرر المجهود بالنسبة للفريق بالنجاح. نشوف الإعادة ونشوف العمل الكبير من الفريق في هذا الهدف، ضغط منظم ومتواصل واستغلال الفرصة بعد استعادة الكرة والتسديد مباشرة في هدف يجب أن يدرس. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 2-0. الآن أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة الرائعة جدا واللي تأتي في إطار منافسات بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فوت. كاسيدو ليونز يحاول أن يتقدم، فرصة كبيرة للتسجيل، تدخل ممتاز يبعد الخطورة، كرة بتروح من جانب فريق ليونز. فرانك كيسي، كرة تصل لأليخاندرو غوميز، لايونز يخسر الكرة، كاسيدو نيمار، يا لحيب الله على التمريرة. أي مباراة اليوم يقدمها هذا اللاعب بالذات دفاعيا، تدخل آخر قوي يستعيد من خلال الكرة. فرانك كيسي، محاولة هجومية من فريق لايونز، بيعدي فيها فرصة الآن، حطها في المرمى، يا رب الله على هذه الكرة، على الفن، على الإمتاع، على المهارة والإبداع، يا سلام يا سلام. مجهود فردي، مرور، خذ الكرة، عدى فيها، مر فيها، لا أحد يستطيع إيقافه، وضع الكرة بكل ثقة في الشباك، هدف في منتهى الروعة. ناينجولان، كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع، فرصة هدف الآن، الله على حارس. مرمى، شوف التصدي، شوف اللقطة، كرة كانت صعبة لكن شوف المرونة، ردة الفعل الجميلة.
اللقطة الماضية الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. كرة بتروح للفريق الخصم، ناينجولان بيلعب لك كرة بينية. يا رب يا أخي، أنت كيف تلعب؟ كيف تفكر؟ كيف تقرر؟ كيف تسجل؟ كيف تشوف؟ كيف تشوف؟ دخل منذ قليل، لم ينتظر كثيرا، لم يكن بحاجة إلى الوقت، وضع الكرة في الشباك. أي تبديل، أي عصا سحرية يملكها هذا المدرب؟ رائع كان هذا اللاعب في تلك اللقطة. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. يخترق ولديه المساحة، بينية في مكان سليم، ينقذها حارس المرمى، لكن ما زالت خطيرة. سهلة الآن في يد حارس المرمى. في المرة الأولى لم تكن الكرة بهذه السهولة، وجعلتنا نشاهد تصدي استثنائي وتألق كبير من حارس المرمى في إنقاذ مرماه. أداء رائع حتى هذه اللحظة، تثبت هذه الأرقام والإحصائيات في المباراة، تتكلم عن الشكل الهجومي القوي، تتكلم عن فرصة بعد فرصة، عن استغلال جيد لهذا. ينطلق بالكرة الخطيرة، الله، ببطن القدم بعيدة عن حارس المرمى. تابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع. بعد ذلك تأتي اللحظة الأجمل بالتسديدة القوية، الكرة التي تذهب مباشرة داخل الشباك. خماسية نظيفة، نتيجة عريضة جدا، من المستحيل تعويضها. ممكن تشكل خطورة، إمكانية للتسديد أمام مساحة في هذه اللحظات. يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. نشوف الكرة من جديد ونتابع التحركات، شوف التمركز، انظر إلى حارس المرمى، ما كان في مجال، الكرة كانت من مسافة قريبة. هزيمة كبيرة جدا، 6 أهداف مقابل لا شيء، نصف درزا، نتيجة من المستحيل تعويضها. موقف لا يحسد عليه وهو تحت الضغط الآن. ركنية الآن. ضربة ركنية تنفذ قصيرة. تصرف غريب من حارس المرمى، يخرج بالكرة، فرصة متاحة، كرة لا تشكل أي خطورة لحارس بقيمة مانويل نوير. اللعب يتوقف لتنفيذ رمية التماس. كرة تخرج من اللاعب بطريقة غريبة في اللقطة الماضية. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة، كرة بتروح من جانب فريق لايونز. كرة تعود الآن إلى التماس. تخرج رمية تماس،
بنزيما انتقلان، كرة جميلة إلى بنزيما، فرصة خطيرة مع نيمار، كان ممكن تكون هذه الكرة في المرمى بدلا من ضربة المرمى. فرصة خطيرة هنا، تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر، بطاقة صفراء لنيمار. كريستيان أنسالدي، حارس المرمى يترك المرمى خالي ويتقدم فيها الآن ويتحول إلى مهاجم. كرة عند هاندانوفيتش، خطأ حارس المرمى كاد أن يكلف الكثير، من الجيد بأنه نجح في إنقاذ الموقف بعد ذلك وأنقذ الكرة حتى لا يتحمل مسؤولية الهدف. مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع زملائه في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير. هذه هي فرصة هدف، أوهو ماذا يفعل الآن؟ تدخل رائع ينهي الخطورة الآن. أعتقد في رأيي بأن المباراة انتهت بالفعل، تصدي جيد من الحارس، ربما تكون هذه الكرة الوحيدة اللي تصدى لها في المباراة. نلعب الآن في آخر دقيقتين من عمر المباراة، يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. ماذا يفعل حارس المرمى الآن؟ يا كرة هدف الآن، الله على هدف في منتهى الجمال، يا لعيب يا فنان، هدف يحرك الملعب بأكمله، الكرة في الشباك، العودة غير محتملة، لكن يحسب للفريق بأنه يحاول في ظل هذه الظروف. شوف حارس المرمى، شوف التهور، يترك المرمى خالي وينطلق بالكرة إلى الأمام. هاندانوفيتش يتصدى، نتيجة تسعد العشاق والمحبين لهذا النادي. الفوز اليوم يمكن الفريق من التأهل في المستوى والتصنيف العام، والآن هو لن يلعب فقط مع الكبار بل أصبح من الكبار، ودائما ما يأتي دوري 48 ساعة لأبطال فوت بالإثارة والتشويق.
متابعين في كل مكان، نتمنى بأن نشاهد معا مباراة كبيرة في ظل هذه الأجواء. معكم فارس عوض من كابينة التعليق. دقائق قليلة تفصلنا عن بداية هذا اللقاء ضمن دوري 48 ساعة لأبطال فوت. فريق لايونز في مواجهة فريق بيست. دائما تعودنا نشاهد مباريات كبيرة وتنافسية هنا، وأكيد بأن هذه المواجهة لن تخرج عن هذه العادة. كرة خطيرة من على الأطراف، كيف راح يتصرف فيها؟ فرصة للتقدم في المباراة. كرة بتنقطع لكن ما زالت خطيرة، ممكن جول. تصدي ممتاز. تقدم هجومي من لايونز. ناينجولان، فرانكيسيه، كاسيتو، هدف الافتتاح يأتي مبكرا، لا يتأخر، الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. هدف جميل جدا مشاهدينا، يا سلام على المهارة في المرور. هذه الأمور التي تنتظرها الجماهير، بكل سهولة مر، بكل سهولة عدى، وضع الكرة في الشباك. توماس مولر في منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز. الله على الاحتفاظ بالكرة، يتقدم فيها للأمام. محاولة هجومية من فريق لايونز. بينية جميلة، رائع في قطع الكرة وفي إنهاء الخطورة. ناينجولان، بيست يستعيد الكرة من جديد. فرانكيسيه، رائع في قراءة الفريق الخصم. قطع ممتاز للكرة البينية في أماكن الخطورة. يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. أليخاندرو غوميز، استخلاص ممتاز داخل المنطقة. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. وبتضيع الكرة. ضغط متقدم على الخصم.
ليونز يحاول أن يتقدم. تدخل يبعد الكرة. بتروح الكرة من مبابي. يا الله فرصة للتعادل. الهجمة ما زالت قائمة. الهجمة لا تتوقف مع ضربة ركنية. كرة قصيرة. تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. جيرفينيو. تقدم هجومي من لايونز. تدخل الآن في منطقة الجزاء. الحكم يقر بشرعيته. الجماهير كانت تطالب باحتساب ركلة الجزاء وغير راضي عن قرار حكم المباراة بتجاهله في اللقطة الماضية. الدعم يصل الآن من اللاعبين. الهجوم يتوقف والكرة مع الفريق الخصم. ألفونسو ديفيز. حلو التدخل لكن الكرة بتتحول إلى رمي تماس. ديفيز. فرصة للتسجيل. هدف يعني العودة. هدف يعني التعادل. مستحيل هذه الكرة. هدف تعديل الكفة. التعادل إيجابي 1-1. خوان كوادرادو. كرة في الجناح. فريق الضيف يعتمد الآن على تكتيك الضغط المستمر على أصحاب الأرض. توماس مولر. توقع جيد في قطع الكرة. توماس مولر يتقدم بيث بالكرة للأمام. يتقدم بالكرة. كيليان مبابي. هدف التقدم يأتي يغير مسار المباراة. نقطة تحول في هذا اللقاء. كل شيء سيتغير. يا الله على التوقيت. أنخيل دي ماريا. ملعوبة إلى مبابي. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. فرانك كيسيا. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. ألفونسو ديفيز. ممتاز المرور. بيعدي بيتخلص من الرقابة. ممتاز في قراءة اللعب. الشوط الأول ينتهي 2-1. الآن أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة الرائعة جدا ولتأتي في إطار منافسات بطولة دوري 48 ساعة لأبطال فوت.
التمركز الجيد الآن يقطع من خلال الكرة. تمرير على طرف الملعب. عنده فرصة للتسديد. أراد أن يحرك الشباك مرة أخرى. حارس المرمى كان في الموعد هذه المرة. ركنية باتجاه المنطقة. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. فرانكيسيه ملعوبة إلى كوادرادو. فرصة من جديد لكرة التعادل. يفتكها في مكان خطير. كرة بتخرج إلى ركنية. تنفذ قصيرة. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. الفريق يخسر مشروع هجمة. خوان كوادرادو. هجمة تبدو واعدة من جانب فريق بيست. دي ماريا. فرصة خطيرة هنا. في المرمى. يا رب. يا سلام على هذه الكرة. على اللمسة. على اللقطة. على كرة تحرك الشباك. تكتيك لا نشاهده من جانب الفريق الضيف حول زيادة الضغط في اللحظات القادمة. ضاعت الكرة. أنخيل دي ماريا. تسديدة من دي ماريا. اعتراض ناجح للكرة. مر الساحة من عمر فرصة والمساحة موجودة. كانت خطيرة جدا. وابعدها في توقيت مثالي. اداء مخيب للامال وتغيير تاخر بعض الشيء. لم يقدم اي اضافه تذكر. عليه ان يفكر في المباريات المقبله من الان. ناينغولان. الكره الى ناينغولان. فرصه لتقليص الفارق تضيع. مجهود يبذل في الكرة الماضية لكنها ضاعت. من المهم بأن يواصلوا بهذا الشكل للعودة. تحرك للأمام وبناء هجمة من جانب فريق بيست. كانت فرصة متاحة للتسجيل لكن في الأخير الكرة بتروح إلى ركلة مرمى. ناينغولان. دقة في التمرير. شوف اللقطة. شوف اللعبة. الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. تغير المسار. الكرة إلى ضربة زاوية. لعبها قصيرة في اللقطة الماضية. عند الكرة في مكان خطير. تدخل ممتاز من المدافع. يبعد الكرة العرضية. ركنية ملعوبة في وسط 18. يبعد الخطر. كومان بيلعبها. ضربة ركنية جديدة وضغط متواصل. ركنية تنفذ بشكل قصير. فرصة لتقليص الفارس بكرة خطيرة. حارس يتدخل بدفع من المرمى. خروج في توقيت مثالي. خلص هذه الكرة. 20 دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. يتقدم بيست بالكرة للأمام. دي ماريا. دي ماريا يضرب. يمنع عبور التصويبة. تسلل على توماس مولر.
يخسرون الكرة. فريق الضيف يعتمد الآن على تكتيك الضغط المستمر على أصحاب الأرض. لوكاس فاسكيز هاندانوفيتش يتصدى، لكن الخطورة مستمرة. الإحصائيات تعكس التفوق الكبير في مباراة اليوم، فرصة بعد فرصة تأتي، الفريق يسير بشكل جيد، يحسم الأمور حتى هذه اللحظة، تؤكد بأن في طريق مفتوح للانتصار. قد تكون هذه الفرصة. يتقدم باتجاه المرمى، فرصة هدف في هذه اللحظات. حارس يتألق ويبعد الكرة. يتقدم بالكرة من فوق الحارس، مشاها عداها. يا رب يا مجنون يا لعيب. 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. يخسر الاستحواذ. رمية تماس. خمس دقائق أخيرة مثيرة من عمر هذا اللقاء، هدف واحد يفصل بين الفريقين. لا زال الجمهور صاحب الأرض يؤمن بالحظوظ على الرغم من أن المباراة لم يتبقى فيها الكثير. أجواء مجنونة نعيشها في هذه اللحظات، هدف واحد يفصل بين الفريقين. كومان وتنظيم الهجوم الآن بطريقة ممتازة، ممكن تكون هذه آخر فرصة لتسجيل التعادل. ناينجولان، فرصة التعادل، كرة للتعادل الآن. برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف. كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. تمريرة للخلف من عرضية. ما لعبها بشكل سليم، كان في ضغط كبير عليه من الدفاع، كان ممكن يفكر في حلول ثانية في اللقطة الماضية، لكن برافو للدفاع في التغطية. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت بدل ضايع. بينية فيها خطورة، تصرف سريع من حارس المرمى، يتفوق في هذا الموقف. نهاية المباراة والمستضيف يخسر اليوم على ملعبه وبين جماهيره. يجب على المدرب أن يستفيد من مثل هذه الهزائم حتى لا تتكرر. التفاصيل هي مفتاح تحويل خسارة اليوم لفوز في قادم المواعيد. Do.
night, all I think about is you. Don't stop, baby, you can walk too. Don't want, baby, think about you. You know that I'm never gonna lose. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، في ليلة رائعة نترقب فيها مباراة اليوم وننتظر ونتوقع منها الكثير. من كابينة التعليق معكم فارس عواض. دقائق. على انطلاقة هذه المباراة من منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت، فريق لايونز في مواجهة ووندررز. دائما نشهد مباريات كبيرة وقوية هنا في هذه المنافسات، ولا نامل بأن تكون هذه المواجهة محبرة عن قوة وقيمة المنافسة ولا تخيب التوقعات، وأن تكون على قدر الحدث وترتقي للأمال والتطلعات. يبقى ديمبلي الكرة، حلوة البينية العالية، حلوة الكرة إلى الطرف. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. تتكلم عن أهمية وجود لاعب من قيمة اللاعب كريستيانو رونالدو ضمن تشكيلة فريقه في هذا اللقاء، القدرة الكبيرة على هز الشباك في أي فرصة، المهارة في إنهاء الهجمات المثيرة للإعجاب. تقدم هجومي من لايونز، بيخلص الكرة في مربع العمليات. عثمان ديمبلي، ضاعت الكرة. ليو ميسي، كرة خطيرة، الهدف تقدم، هدف أول الآن، هدف مبكر من بدري سجلوها، أشعل المدرج، بداية قوية هنا، المباراة الآن في نقطة تحول كبيرة. ليو ميسي، جيرفينيو، كريستيانو رونالدو، ناني، كرة خطيرة عند ناني، تمركز سليم من اللاعب، يعترض الكرة في اللقطة الماضية. يا لحيف الله على التمريرة، بونيتانو، إعادة لهدف تعديل النتيجة، هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. بيعدي فيها كريستيانو، الله على المهارة، فرصة للتقدم في المباراة. يا رب، تصدي خيالي من هاندانوفيتش، يمنع هدف محقق الآن. كرة رأسية جادة تحرك الشباك، لولا تدخل الحارس، استخلاص الكرة في مناطق الخصم. حلوة الكرة من بعيد، الله على كرة تخطئ الشباك بسنتيمترات قليلة. جيرفينيو، لايونز يحاول أن يتقدم. ليونيل ميسي، خوان كوادرادو، عثمان ديمبلي، كوادرادو، كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، كرة أخيرة للتقدم الآن. تقدم يأتي في هذه اللحظات، سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة، نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. وبضيع الكرة، أليخاندرو غوميز،
ميسي. حكم يأتي الأفضلية، وصلت اللعب الآن بدون احتساب خطأ. جوميز، كرة مع نانجران، الحارس يخرج في الوقت المناسب بيخلص الكرة وبيبعدها ويمنع فرصة في غاية الخطورة. داني يتوغل في العمق، شوف الاحتكاك البدني، شوف محاولة استخلاص الكرة. محاولة هجومية من فريق لايونز، عرضية ممتازة للخلف. يا الله، يعود بفريقه إلى المباراة. أي تقلبات، أي تحولات، الفريق الآن ينجح في التعادل من جديد. التقدم يا تيم، هدف يدخل إلى المرمى ليحرك كل شيء. الآن كل شيء ممكن يتحول، كل شيء ممكن يتغير. سيبدأ الهجوم، تأمين النتيجة والخروج بهذه المباراة بالانتصار. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. اعتراض للكرة، يستعيد الكرة في وسط الملعب. أليخاندرو غوميز، كيزا، فرصة التعادل، كرة للتعادل الآن. تدخل نظيف، يفتك الكرة بدون أخطاء. تمركز ساعد كثيرا في قطع الكرة. ماتيو بوليتانو، تمريره بدون تركيز والكره الان مقطوعه تذهب للفريق الخصم. ناني، كره يخسرها فريق واندرر. كرهها بشكل سليم، يقطع الكره بدون مشاكل. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. فرصة خطيرة الآن. أوهو، سجل الهاتريك، أكمل الثلاثية. المباراة الخيالية، المثالية، الاستثنائية، مباراة غير عادية. يخطف الأضواء، كل الأضواء والأنظار. يا سلام على نجم الهاتريك اليوم. خوان كوادرادو، دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. فرانك كيسيا، تمريرة سيئة والآن فقدان الكرة. الحكم ينهي الشوط الأول. ينطلق الآن الشوط الثاني من هذه المباراة الكبيرة ضمن مباريات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. يحاول أن يشكل خطورة. كرة بتروح من جانب فريق لايونز. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. كريستيانو رونالدو، رونالدو يضرب، يمنع عبور التصويبة. الكرة بتروح، تدخل ناجح على الكرة. بينية تمر من الدفاع، كرة لم تشكل أي تهديد حقيقة. تخرج رمية تماس، ضغط ناجح في الأمام. ناينجولان، بينية خطيرة، هجمة تنتهي بدون أي نتيجة. غوميز، تدخل واستخلاص الكرة خطيرة.
أليخاندرو غوميز بيعدي وبيمر بالكرة. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. أي شهية مفتوحة، هاتريك كبير للنجم الكبير. تقدم للأمام من كريستيانو رونالدو، استخلاص الكرة في مناطق الخصم. كريستيانو في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. صافرة الحكم تعلن عن وجود خطأ. الحكم قرر ألا يخرج البطاقات واكتفى بالتنبيه. اللاعب عليه أن يستفيد من هذا الإنذار الشفوي لأنه قد يغادر الملعب من الباب الصغير. لحظات وتنفذ رمية التماس. كريستيانو رونالدو تدخل بشكل خاطئ، فاول في اللقطة، ممكن نشوف فيها انذار. الان التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة، تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة. حلوة الكرة، حلوة. تنفيذ، حلوة التسديدة، لكن الكرة ضاعت بسنتيمترات قليلة عن المرمى. المدرب قرر يغير في هذه اللحظات. حلوة الكرة إلى الطرف، تدخل ممتاز، تخرج الكرة للتماس. تنفيذ سيء جدا لرمية التماس، تذهب للفريق المنافس. معروف بتمريراته، يخترق ولديه المساحة. ليو ميسي، يا رب. أي لعبة وأي كرة، أي لقطة وأي لمسة، الكرة في المرمى، هدف ولا أروع لك. في منطقة جزاء يستعيد الكرة. رمية تماس، يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. يسير باتجاه المرمى الآن. كرة إلى خارج الملعب والحكم يحتسبها ركنية. ركنية بتلعب قصيرة. يسترد الكرة في منطقته. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كرة خطيرة لتقليص الفارق. الجماهير كانت تطالب باحتساب ركلة الجزاء وغير راضي عن قرار حكم المباراة بتجاهله في اللقطة الماضية. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. بوليتانو تمريرة للخلف من عرضية. اوهو، هذه الكرة تدخل مثالي في الوقت المناسب. شوف منع الكرة من الدخول، غيرت الكرة اتجاهها. محاولة للعودة في النتيجة، لكن الكرة رفضت الدخول. من المهم أن تستمر في المحاولة حتى تنجح في التسجيل. ويخسر الكرة. الله على المباراة اللي يقدمها هذا اللاعب، الله على الدفاع، الله على الروح. اليوم حصن أمام المرمى. بداية محاولة مع رونالدو، فتح اللعب على الأطراف. يسير بالكرة باتجاه المرمى. الفريق يخسر مشروع هجمة. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة.
شوف الاستحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. عثمان ديمبلي الان مع لوكاكو. لوكاكو استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية، وصلت الى لوكاكو. تمريرة سيئة تذهب للخلص مباشرة. لوكاكو بيحافظ على الكرة، فرصة للتسجيل،